لسه استوديو ريفن ما شاركونا التعديلات اللي راح تصير على الأسلحة، فعشان هيك راح احكي لكم عن آخر الأخبار والتحديثات في وورزون بالنسبة لكالديرا وريبيرث. وللتنبيه لسه ما نزلوا كل التحديثات والتغييرات اللي راح تصير، وراح اشارككم إياها أول ما تنزل. وأول إضافة واحدة من أهمهم في تحديث منتصف الموسم هي إضافة القدرة على التنقل في كالديرا باستخدام عربات التنقيب تحت الأرض، وبتقدر توصلهم عن طريق 14 نقطة منتشرة على الخريطة زي ما أنتم شايفينها، واللي هم كانوا قبل ما يغيروها الثكنات العسكرية الموجودة للحرب العالمية الثانية، صارت نفسها هي المكان اللي بتقدر تفوت منه لهدول الأماكن. ولما توصل هناك راح تلاقي المكان بهذا الشكل، ولما تتعامل معه راح يحكي لك الوجهه اللي انت بتوجه عليها، واذا كان الضوء اي شيء غير اخضر معناته الوجهه رايح عليها هي في خطر، يعني ممكن يكون في اعداء موجودين بيستنوه، واذا كان في غاز بيطلع منها معناته انه ما بتقدر تسافر لها لانها هي صارت ضمن منطقه الغاز. واذا انت كنت تموت كثير من واحد كامبر سنايبر بعيد باخر الكره الارضيه، فهم راح يحلوا هذا الموضوع بانهم راح يضيفوا ميزه جديده جاي من فانغارد باسم سيربنتاين. وميزه سيربنتاين هي راح تكون من الميزات اللي بتنحط في اللون الازرق يعني في الخانه الاولى، وبهيك راح تكون في منافسه بينها وبين الميزات الثانيه المهمه زي كولد بلديد اللي بتقاوم كومبات سكاوت، زي كويك فيكس اللي بتخليك تتعالج باسرع بشوي، او حتى دبل تايم اللي بتخليك تركض لمسافات اطول، وهي مهمه في كالديرا. والفائده تبعتها زي ما هي مكتوبه بالضبط بانه انت خلال ركضك راح يقلل الضرر اللي بتنصاب فيه من النار او من المتفجرات او من الطلق بنسبه 20%، وراح يضيفوا للوت اللي موجود في اللعبه، ففي ريبيرث راح يخلوها زي كالديرا ويخلوا فيها اللوت تبع الميزات اللي بتلاقيها على الارض، وراح يضيفوا لوت باسم جولاك انتري توكن، واللي هي انك انت بعد ما تموت بالمره الثانيه بدل ما تموت وخلص تخلص اللعبه بتروح على السجن، واذا في حال كانت عندك اياها والسجن سكر راح تتعوض عنها بفلوس. ولود ثاني باسم اكستراكشن توكن، بدل ما انك تروح على السجن ترجع بتنزل مباشره، وانت ما تقدر تجمع من هذول التنتين في الحياه الواحده اكثر من واحده لحديت ما تموت، والهدف من هذا الموضوع انهم يزيدوا اهميه انك تلوت في منتصف ونهايه اللعبه. ولود باسم سبيد بوست، اللي هي انت كنت تشوفها في كلاش اللي لونها ازرق بتصير اسرع لما تلعب وكذا، فراح تصير برضه موجوده في الباتل رويال، وراح يضيفوا لود راح يكون على شكل تحديث ميداني واللي هو رادار جامر، عشان انت ما تنكشف من استخدام الرادار او الشغلات اللي بتشابهه. والناس اللي بيعرفوا اللي هم لعبوا كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور، هو راح يشتغل زي ما هو موجود في اللعب الجماعي بانه الجهاز راح تحطه وراح يعمل دائره صغيره حوالينه، هاي الدائره راح تعطل فيها الرادار، وما بعرف اذا راح تعطل كمان الاجهزه زي الهارت بيت سنسر. بالنسبه لاماكن اللوت القيم والمرتفع اللي تعرفنا عليها في نمط مونارك راح تستمر معنا وتصير جزء من الباتل رويال بشكل عام، راح يضيفوا نمط باسم تشامبيون اوف كالديرا وهو نمط سولو، وراح يكون عدد اللاعبين في هذا النمط 150 لاعب، وراح يقدروا يبداوا باللود اوت الخاص فيهم من البدايه مع غاز ماسك وسنجل ريديبلوي اكستراكشن توكن، عشان اذا متت من البدايه تكون عندك فرصه انك ترجع للعبه مباشره بدون ما تمر في الجولاج في اول مره متت فيها. راح يضيفوا حدث داخل نمط ريبيرث باسم اوكيبيشن سكان، واللي هو عباره عن انه رادار راح يشتغل واي لاعب واقف راح يصير يبين لكل اللاعبين الموجودين على الخريطه، فاي لاعب عشان ما ينتبهوا الناس على مكانه لازم ينام على الارض، وهي هي الطريقه الوحيده عشان انت ما تنكشف من هذا الرادار. وفي شغله ضايفينها لخريطه ريبيرث لهلا ما اعلنوا عنها، بس انه في قوات معاديه وزي شويه اكشن للخريطه. وفي فانغارد راح يضيفوا خريطه جديده للاعب الجماعي باسم سفير، وبتنضم لقائمه العملاء العميله باسم كيم تاي يونغ، واذا ما عرفت من اسمها فهي من كوريا، وسلاحها المفضل هو الاس ام جي الجديد H4 بليكسن. ما تنسوني يا شباب بدعمكم بلايك وكومنت وتاج لصاحبك ليشوف كل جديد، واكبس كبسه الشير بعدين كوبي لينك.